السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبس وغرامة ومصادرة عقوبات مغلظة على اقتناء كلاب غير مرخصة، مشروع قانون جديد. خليكم معانا ما نشوف القانون الجديد. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلها كل جديد. أعد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة. وتضمن مشروع القانون فصلا مطولا عن شروط وضوابط حيازة الكلاب في مصر، وكذلك العقوبات المقررة قانونا حال مخالفة أي من هذه الشروط. وجاءت العقوبات المتعلقة بحيازة الكلاب وتراخيصها وفق مشروع القانون على النحو التالي: مادة 19، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلبا دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وفق المادة 10 من مشروع القانون. ونصت المادة 10 على أنه تحظر حيازة الكلاب إلا في خلال ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 20، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تجاوز 200,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 12 و13 و14 من هذا القانون. ونصت المادة 12 على أنه يتم تسليم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المشار إليها بالمادة 11 من القانون، ويتم تثبيتها في رقبة الكلب بصورة دائمة، وحال فقدانها يجب عليه التوجه فورا لطلب لوحة جديدة مع أداء تكلفتها. كما نصت المادة 13 على أنه يجب تكميم الكلاب وتقييدها بطريقة مناسبة للسيطرة عليها أثناء التنزه أو خلال اصطحابها خارج حدود أماكن الإيواء. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن صاحب الكلب عن 16 عام. ونصت المادة 14 على أنه تسري الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من 4 ل 7 من هذا القانون في شأن حيازة واقتناء الكلاب على أن تكون الإختيارات المطالبة قانونا موجهة إلى مديرية الطب البيطري. مادة 21، في جميع الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة الحبس أو السجن بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة ويسلم للسلطة المختصة أو مديرية الطب البيطري بحسب الأحوال اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حياله على نفقة المخالف. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.